وضمن موسم أعياد البحرين، يواصل مهرجان القرية التراثية الذي تقيمه وزارة الإعلام في القرية التراثية يواصل جذب الزوار كوجهة سياحية مهمة للعوائل البحرينية بشكل عام والشباب خصوصا، وذلك بما يقدمه من إرث حضاري وموروث شعبي غني ليعيشوا تفاصيل ذلك الزمن الجميل. وتأتي هذه الاحتفالية التي تستمر حتى 19 من شهر ديسمبر الجاري لتؤكد حرص مملكة البحرين على الحفاظ على التراث البحريني من خلال المبادرات المتنوعة والفعاليات الشعبية المتميزة والرامية إلى إحياء تراث مملكة البحرين بكافة أشكاله وأنواعه. مبان أثرية تحمل بين طياتها عبق ماضي مملكة البحرين العريق جسدتها القرية التراثية بشكل جميل ولافت، فكل من يزورها ويتجول بين أروقتها يشعر بأن عجلة الزمن تعود به ليعيش ويتعرف على تفاصيل الحياة في البحرين قديما. القرية التراثية وايد يعني حلوة واستانسنا وايد، ونتعرف على شلون أجدادنا كانوا عايشين وشلون كانوا يدرسون وين يروحون وشنو يشتغلون، خصوصا هاي المدرسة الهداية إن قبل كانوا خوالي يعني هني يدرسوا. اليوم إن عشان أشوف أجدادي وأبائي شلون عاشوا، دشيت مدرسة الهداية خليفي، أنا مفتخر وايد إن أنا قاعد أدرس في المدرسة اللي وايد قبل يدرسوا فيها، قاعد أشوف إن شلون الطريقة اللي عاشوا فيها والأماكن برا وايد حلوة في القرية التراثية، إنه ورونا اشياء قديمه، اشياء انا ما كنت اعرفها اصلا، والفعاليات الموجوده. حبينا وايد نتعلم عنها، عن اجدادنا شلون درسوا، ثقافه البحرين والتعليم، عن شلون تاسست مدرسه الهدايا في البحرين. وايد يعني لفتتني اشياء مميزه واشياء جميله ما شاء الله، وادعو الكل يعني انه يحضر الفعاليات والاكل وحتى المباني والاشياء القديمه والوثائق، يعني كلهم ردتنا حق الزمن، زمن اجدادنا والزمن القديم. القرية التراثية تقدم لزوارها برامج شعبية غنية بتفاصيل الموروث الشعبي، فكل ركن من أركان القرية يجسد حقبة تاريخية مهمة في تاريخ المملكة العريق. اليوم بنتكلم عن القرية الجميلة والحلوة، تعلمنا عن المدرسة وتعلمنا عن المستشفى وكل الأغراض، احنا استنسنا عن القرية الجميلة وحدنا استنسنا. هاي يمكن ثاني مرة لي. أنا جاي من جدة، حبيت أن أزور البحرين قريتها الحلوة، أشوف شلون يعيشون أيام زمان. مهرجان وزارة الإعلام والذي يقام ضمن موسم الأعياد الوطنية يعد فرصة مثالية لضخ معلومات مختصة بالتراث البحريني للأجيال الجديدة ليتعرفوا على تاريخ الأجداد. مرافق تراثية متميزة نقلت الزوار إلى زمن الأجداد ليتعرف شباب اليوم على حياة الأمس من خلال مباني القرية التراثية التي جسدت حقبة تاريخية مهمة مثلت هوية البحرين وتراثها العريق. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.